تطمحوا لمدينه اكثر جمالا اي مدينه في مصر، لكن لا يجب اتقال تاعي الجامعه. اذا جينا اليوم وعدتنا من ثقافه ديال تما الجامعات من نزع الملكيه، حنا تعطل من نزع الملكيه، هذه بشي مول غادي يعملنا الاعتداء المادي. اذا عملنا الاعتداء المادي خصنا نخلصوا ملايا، علاش؟ باش نعدلوا بيت، باش نعدلوا اسباس. اذا هنا عليكم الوجهه الحضاريه والتقنيه اخذ بعين الاعتبار هذه التناقضات. خصنا مدينه جميله فعلا، خصنا الدخله نزيونا، ولكن عاود لا يمكن عاود السيطره او ثلاثه ولا اربعه ديكتار ديال البيت. هذه هي الملاحظه. وشكرا السيد الرئيس. والله كنا نطمح في المجلس الى سماع والى عرض اخر لتصميم تهيئه لكل المجال التراب المماثل، وخاصه منطقه كابوني بلو ومجموعه ديال الاحياء التي نرغب في اعاده هيكلها قريبا ان شاء الله. اذا فيما يخص الموضوع الذي بين ايدينا، هذا الطريق هنا طريق مهمه وستفتح مجال امام المدينه، الا انها ستبر عندها مجموعه ديال اذا بغينا نقولوا عندها واحد النوع ديال الاضرار اللي يمكن تكون جانبيه في هذا الطريق. عندنا ستمر من بجانب مجموعه ديال المنازل، ماشي بزاف ولكن واحد 7 ولا 8. نتمنى ان يكون للمجلس راي فيها وللوكاله الحضريه كذلك بابعاد هذا الطريق عن المنازل المعنيه او قولوا انعراجها في الوادي وتجنب المنازل. هذا من جهه. من جهه ثانيه عندنا كما جاء في ملاحظه ديال اللجنه ديال التعمير ستمر على مجموعه ديال الدكاكين اللي هي في ملك الجامعه، ونتمنى كذلك ان ذيك الناس يحضروا واحد التوافق بحال قلنا في اللجنه او اذا كانت تعويضات قريبه ان شاء الله. هذا فيما يخص مجال الاجتماع. فيما يخص المسائل التقنيه، هذا الطريق كما قلنا في اللجنه التعمير يجب ان تصاحب بمواقف السيارات، ليست متضمنه ولكن يجب ان تكون هناك مواقف السيارات، لان لا يعقل ان نفتح مجموعه ديال الطرق من بعد يصبوا كامل ديال صبوا في مدينة وما كاينش مواقف السيارات. هذا اللي كيخلق واحد المجموعه ديال كيخلق هذا ديزونبوتياج. هذه ملاحظه مهمه ديال مواقف السيارات اللي خصها تكون بجوانب الطريق. كذلك هناك ارض الورثه ديال الزيني التي تم تهميشها في الحقيقه واعطائها مناطق خضراء، وهذا ما لا نرغب فيه لكي لا نظلم احدا، وكذلك لتساهل هذه العائله مع السلطات. فلهذا قررنا في اللجنه رفع التوصيات اذا بغينا نقولوا اعاده الحاله على ما كانت عليها في تصميم التهيئه القديم، وهي ملكيه للارض، تصاميم التهيئه حسب تصميم التهيئه القديم، وهي او بحال اللي جا في البلان هذا بجوج ولا بثلاثه، لان اذا شفنا يمينا كاين مجمع سكني فيه 3 طبقات ويسارا او شمالا كاين 3 طبقات. اذا لا يعقل ان الناس عطاونا الطريق ونجيو حنا ونعدلو لهم اسباس فيغ ونعدلو لهم دي تي في لا ولا شي حاجه. وهكذا السيد الرئيس، هذه ملاحظات اتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار، وشكرا لكم. شكرا السيد سعد. تفضل السيد عبد الله. شكرا سيد الرئيس، سيد الباشا، سيد مدير المصالح، السيدات الاخوه الاخوات اعضاء المجلس ديالنا ديال الجامعه دماتي كلهم باسم هيئه المساواه اللي كنشكروا المجلس اللي كيعطينا الفرصه بالحضور في اللجان وبالدرجه ديالها كذلك الحاضره معنا وسائل الاعلام ورؤساء المصالح الخارجيه الحاضرين معنا. ما ننساوش بان الحمد لله احنا هذا المجلس هذا عطانا ربي واحد الحضور ان عنده
التمثيليه في الجماعه في المجلس الاقليمي، معنا هنا الاخت رشيده اشرف في المجلس الاقليمي، تهي بدورها الصرافه على هذه المدينه هذه، بدورنا عندنا ممثله في المجلس ديال الجهه واللي عبر ربي اللي جالسه قدامكم واللي كترافع، ماشي هذا ماشي شغل باش نشكر راسي، هذا الواجب ديالنا اللي انتخبنا عليه، واللي الحمد لله اللي كنمتازو حنا في هذه المدينه، ما عندناش حنايا الالوان السياسيه، مثلا انا تما في مجلس الجهه غنترافع على واحد الحي مثلا صوت علينا حنايا كاثر المعاصر، لا كنترافع على الاقليم كامل بكل المكونات ديالي معارضه واغلبيه، عندنا واحد الحد الاخر الثالث وهو البرلماني ديالنا في الاقليم سي محمد العربي المرابط كينتمي لنفس الجماعه، اذا الحمد لله عندنا واحد الاتحاد، عندنا واحد الاتحاد قوي في الترافع من اجل اننا نجيبوا للجماعه ديالنا ولا الاقليم مشاريع مهمه. سي عمر تبارك الله عليه تجربه نفتخر بها سي عمر بوسفايد واللي هضر على الشركه ستافو، انا ما عنديش معلومه حنا موجودين السي عمر كمجلس الجهه، اننا نعطيو لك الوثيقه للبرلمان التنميه الجهويه اللي فيها بان شركه ستافو اللي هي شابغه هذا البروجي هذا من اجل انجاز القناطر على اعلى اعلى واد مرتل، ان المجلس الجهه ساهم ب 50 مليون درهم من الماليه ديال الجهه من اجل باش نعملوا هاد القناطر هادو، علاش؟ باش تكون مايتين غتسافر من الرواج الاقتصادي، لان هاد القناطر غيفتحوا لنا واحد الرواج الاقتصادي لهاد الاقليم ولهاد المدينه، كذلك عندنا في البرنامج الجهوي اللي هو المنطقه الصناعيه اللي غادوز الحرفيا وهذا اللي في شركه ميكس اللي غتكون كاينه، وكنشكر السيد العميد ولا الساده رؤساء المجلس الاقليمي ولا رؤساء المجالس الجماعيه انهم خدامين من اجل تنزيل بهذه المنطقه هذه اللي غتخلق فرص الشغل ل 500 شباب، كاين المنطقه ديال حيدره، اذا الحمد لله من اجل اننا هنا هاد البروجيات هادو باش ينزلوا، وضروري خاص ان اما الساكنه تفاعل باش يكون هناك نتسهلوا، ربما ان اخوي اذا فتحتي معاه النقاش واخا يكون عنده 5 هكتار، ولكن اذا شاف ان المدينه غتستافد خصو حتى هو يقدم شي تنازلات، وهذا ليس بغريب على ابناء مكتب، انهم دائما كيتحدوا وكيفكروا في المصلحه ديال المدينه، انا اللي ديكو كانت عندي الارض تما غنساهم، ولكن حنا مع المواطن ما يتضررش، في حاله غتهدم له شي حاجه ديالو ولا هذا غتعطيه بروجيات مجيب غتقول له راه كاين حدود انك تستافد الحانوت ديالك داخل هذه المنطقه الاقتصاديه مستقبلا او لا هذا، المهم حنا اللي كنقول لكم حنا مع السكينه وجينا نترافعوا على السكينه والحضور ديالنا دائما اننا غنحضروا غادي نجيو ونكونوا حاضرين، المهمه ديالنا هو الوجود في المجلس والترافع على المجلس بكل مكوناته اغلبيه ومعارضه، وشكرا. المدينه الجميله ولا المدينه السياحيه هذا المشروع هذا شغل على غير الوقت ديالو، اذا لابد ما يكون هناك بعد كنقول على بعد، اذا كاين مساوي وكاين محاسن، اذا كانوا شي مساوي قليله يمكننا نتجاوزوها ويمكننا نعوضوا ديك الناس، راه المصلحه ديالنا لان حنا كنمشيو على الجماليه ديال المدينه، الطابع الوحيد اللي باقي لنا دابا هو السياحه، ما بقاش عندنا شي حاجه شويه ديال الخدمات وشويه ديال السياحه، اي حاجه كتجيبها جماليه ولا كتبغي تعطي لنا شي دفعه جديده لهذه المدينه حنا معاها. الانسان خصو يصغر بصح يصغر مع بعضه، ولان انتم كتشوفوا الواقع دابا حاليا من الوقت. المغرب ماشي على واحد الديناميه جديده، الديناميه ديال غادي ما بقيناش دابا مع ذكاء كنتكلم مثلا مع ذكاء تحسين ديك الفوضى، دابا باغيين يقطعوا مع الفوضى نهائي. اي حاجه كان فيها الفوضى خصها تتحيد. دابا شي حاجه ديال المعقول ديال الجديه. حنا واخا نعرف السياسه ولكن المدينه المستقبل كنعدوها لولادنا. ولادنا خصهم يستافدوا شي حاجه جديده، شي حاجه مدينه في الطابع السياحي الاوروبي اللي كنشوف، حنا مبغيناش ديك مبغيناش النموذج الاوروبي، بغينا النموذج ديالنا المغربي ويكون واحد النموذج يكون سليم ومزيان في الصالح الناشئه المقبله ان شاء الله، يخلق فرص ديال العمل، فرص ديال الشغل، ما يبقاوش ولادنا يسيوا راسهم ربحوا على اساس باش يبقاو يمشيو من دول اخرى باش يبقاو يبقاو لقمه العيش، اذا بلدنا فيها الخيرات نخدموا عليها نتمنوا هذه الامور هذه اللي كتنزل واللي اي واحد ضرر حاولوا حتى مجلس ندير الى بعوه غير تاخذ كيلو برلماني كيطلع كيترافع عليهم انا على الوزاره مع الحكومه الحاليه اللي هنا دابا باش يجيبوا لنا الحقوق ديالهم واللي كنشوفوا دابا ما يمكنناش دابا مثلا حنا كناقشوا شخص ولا شخصين لا ما راه وقع